إن شاء الله راح نتكلم عن سرطان الكلية. أن التسمية الصحيحة للسرطان هو الورم، انطلاقا من المصطلح اليوناني ورم أي علم الأورام، نظرا لتعدد أنواعه. طبعا أن كلمة ورم تحتوي دلالتها على تصنيف لحوالي 150 نوع مرض محدد من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن الممكن أن يظهر ورم معين في عضو معين من جسم الإنسان له تركيبة له التركيبة النسيجية الخاصة به. وطبعا لكنه يختلف من ورم موجود في عضو أو مكان آخر في الجسم من حيث الأعراض والمواصفات البيولوجية والسريرية، وكذلك عملية انتشاره ونمط علاجه والأعراض والمواصفات البيولوجية والسريرية، وكذلك عملية الانتشار الفظيع الموجودة فيه، وتوقعات مختلفة كليا عنها في عضو معين مصاب إلى عضو آخر، وأيضا الخلايا الخبيثة أما أن تمتد محليا وتغزو وتدمر النسيج الطبيعي المجاور، وأما أن تنتقل عبر الأوعية لمفاوية أو الأوعية الدموية إلى أمكنة أخرى من الجسم، وتكون على تؤسس أمراض جديدة نامية تسمى البؤر. هذا البؤر السرطاني المنتقلة من مكان إلى مكان تدمر الأعضاء الجديدة، ثم تنتهي عادة بوفاة المصاب. من الضروري استشارة الطبيب عند حدوث أي ألم في الجسم. وأيضا ممكن سرطان المعدة المجاور يصنف من أخطر الأورام، وعسر الهضم قد يكون الإنذار المبكر له، وتم تصنيف من 1 إلى 3 أن عسر الهضم عرض من الأعراض التي تكون بسبب سرطان المعدة. وضعف مقاومة الجسم مع تقدم السن يزيد أيضا احتمال تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية. وننصح المصابين بأي مرض من الأمراض العضوية الموجودة في الجسم باستشارة الطبيب فورا مباشرة، وفحص هذه المنطقة تحت الأشعة للكشف عن أي أعراض داخلية موجودة داخل الجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.